بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بكل الخير وبكل الحب وبكل السعادة. أنا مينا العبدالله، جيد التواصل معكم خلال هذه الساعتين القادمة بالمواضيع الصحية الاجتماعية النفسية وأيضا الأسرية. كل هذه المواضيع أكيد رح تكون من خلال طبابة ألف اللي بتلتقونها على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء. مثل ما تعودنا أصدقائنا، كل يوم رح يكون معانا موضوع جديد، موضوع مهم ومميز. فموضوعنا لليوم أحد المواضيع اللي بتهم الجميع، رح يكون عنوان حلقتنا لليوم عن سموم الجسم وطرق التخلص منها. فإذا كنت حابين تتعرفون شلون تتخلصون من السموم الجسم، حابين تتشاركون معنا خلال هذه الساعة، ما عليكم إلا أنكم تتشاركون معنا على أحد طرق طبعا التواصل. فكل اللي حابين تشاركون معنا عبر SMS المشتركين الـ STC على 84770 وموبايلي 640660 وزين 746262. أيضا بإمكانكم أنكم تتواصلون معنا بشكل مباشر على الرقم 700 5749 9. وأيضا بإمكانكم أنكم تتركون أي اقتراح أو أي استفسار عبر خدمة سمعني على الرقم 1401. هم بعد حب أذكركم أنكم تقدرون تسمعون حلقات طبابة ألف عبر اليوتيوب. كل اللي عليكم أنكم تدشون على اليوتيوب، تحطون إذاعة ألف ألف أف أم طبابة ألف، ورح إن شاء الله تلاقون كل الحلقات. حول الموضوع اليوم سموم الجسم وطرق التخلص منها، راح يكون ضيفي عبر الهاتف من المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم الصحاف، المتخصص في الطب البديل والصيني والتكاملي وطب الأوزون من مستشفى سعد التخصصي بالخبر. صباحك الله بالخير دكتور إبراهيم، حياك الله معنا بطبابة ألف. يا صباح الأنوار، حياكم الله وأهلا بالمستمعين الكرام، إن شاء الله يكون صباحكم مبارك اليوم. إن شاء الله يا رب، وصباحهم دكتور إبراهيم يكون صحة وحيوية أكيد، وحياة ملأها الطاقة إن شاء الله يا رب والنشاط من خلال أنهم يتخلصون من سموم الجسم إن شاء الله. أكيد طبعا، هذا مطلب أساسي للإنسان عشان يتمتع بالصحة والعافية، أن يكون صحة وسليم إن شاء الله. وهم بعد يعني يتروالي عشان يستمتع بنوم هادي مستقر يكون يعني. نعم، بس مو الآن عشان نسمع بس المحطة عدل يعني. أكيد طبعا. طيب دكتور إبراهيم، يريد تكلمنا شنو السموم والملوثات اللي إحنا بنحتاج إن نتخلص وننقي جسمنا منها؟ طبعا إحنا كنت عارفين إحنا الآن في الوقت الحاضر بسبب الطفرة الحياتية وبسبب التطورات الصناعية نعيش في حقيقة في مناطق تكون غير صحية، سواء في العادات الإنسان أو في البيئة اللي احنا نعيش فيها. فهي الملوثات عادة هي اللي تترك أثار الجسم بشكل كامل، وبالتالي تؤثر على أعضاء الجسم سلبا بصورة مباشرة أو عن طريق تأثير الجسم وأعضاء إذا زادت النسبة. حقيقة مصادرها كثيرة جدا، سواء مصادر خارجية مثل الهواء والطعام أو النوع الماء أو أي أشياء أخرى مثل السلوكيات، العيش في المدينة مكتظة، تنقل بسيارات، عدم التمارين الرياضية، الإسراف في استخدام بعض الأكل اللي غير صحي، أو العيش أو السكن في مناطق يكون عالية الطاقة، وهكذا كل حقيقة من الأسباب الملوثات، بالإضافة إلى قضية الحياة، القهوة والشاي، المشروبات الغازية، الأطعمة السريعة، اللحوم اللي أكثر من المعدل أكلها، وحلويات أكثر كثيرة جدا في أشياء في المجتمع، عادات خاطئة تؤدي إلى حقيقة ترسب السموم داخل الجسم بشكل أو بآخر. نعم أكيد. هم بعد يعني المنظفات اللي في البيت، المبيدات الحشرية، عوادم السيارات، هذه كلها من الشغلات اللي بتأثر على جسمنا يعني. طبعا أكيد هذه إحدى المسببات. لهذا السبب تشوفين أنا في الوقت الحاضر انتشرت الأمراض بشكل كبير جدا بسبب مثل ما قلت لك أنت التطورات اللي حدثت، وبالتالي أصبحت تؤثر سلبا، استنشاق العوادم بسيارات أو استخدام منظفات بكثرة تؤدي إحدى الأسباب الملوثات اللي داخل الجسم تترسب فيها. نعم. طب دكتور إبراهيم، شنو الأعراض اللي يعني من خلالها بنعرف أن جسمنا يحتاج فعلا أن نتخلص من السموم؟
طبعا هي أول شيء الأعراض تختلف على حسب حجم السموم داخل جسم الإنسان، وأيضا حجم المصادر التلوث بيها، يعتمد على الإنسان وين ساكن وين عايش طريقة حياته. ولكن بشكل كبير جدا الإنسان إذا يتمتع بصحة دائما يشعر بالنشاط والحيوية، ولكن إذا فجأة حس بإعياء وتعب وخمول وكسل أكيد يعني هذا شيء غير طبيعي، معناه نسبة السموم في الجسمان عالي جدا. الإنسان يحتاج إلى حاجتين، الحاجة الأكسجين ويحتاج إلى الغذاء المتوازن أو الغذاء الصحي. أكيد. إذا زادت الملوثات هذه الكميات تقل في جسم الإنسان، وبالتالي يشعر الإنسان تغذية الخلايا تكون أقل معدل، شعور بالإمساك وسوء التغذية، بعلاقة الروائح الكريهة تقرب جسم الإنسان، الأمراض الجلدية برضو لها دور كبير جدا، قلة المناعة، الإنسان يشعر بأمراض متكررة أو زكام أو رشة غير يستجيب للعلاج، أو حقيقة يحدث بكثير جدا النوم ومشاكلها، الصداع المتكرر، الفقدان على ألو دكتور إبراهيم. طيب احنا الظاهر فقدنا الاتصال مع الدكتور ابراهيم، على بال ما شاء الله زميلتي ابتسام ترد مره ثانيه تعود الاتصال معه. حاب اذكركم في موضوعنا اليوم عن سموم الجسم وطرق التخلص منها. اكيد احنا يعني اجسامنا مليانه سموم واكيد بنحتاج ان نتخلص منها، فكل اللي حابين يتشاركون معي خلال هذه الحلقه، حابين تطرحون اي سؤال او اي استفسار، ما عليكم الا انكم تتشاركون معي بطرح. اذا كنت حابب تشاركوا معي عبر الاس ام اس للمشتركين الاس تي سي راح يكون عبر 84770 وموبايلي 640660 وزين 7462622. أيضا إذا كنتوا حابين تتصلون أو عفوا تتصلون أكثر تكلمون بشكل مباشر الدكتور إبراهيم الصحاف على الرقم 7005-7499 إن شاء الله رح يكون معاكم الدكتور إبراهيم الصحاف المتخصص في الطب البديل والصيني والتكاملي وطب الأوزون، جايب لكم اليوم معلومات كثيرة ومعلومات إن شاء الله رح كلكم تستفيدون منها. لكن رح نطلع فاصل بسيط ورح نرجع نواصل معاكم، فأبقوا معنا. الهوا هوا ألف ألف أف أم مستمرين ومتواصلين على هواها. فأحب أذكركم موضوعنا لليوم عن سموم الجسم وطرق التخلص منها، فكل اللي حابين تشاركون معايا بطرح أي سؤال على الدكتور إبراهيم الصحاف المتخصص في الطب البديل والصيني والتكامل وطب الأوزون، ما عليكم إلا أنكم تتشاركون معنا عبر الاس ام اس للمشتركين الاس تي سي على 84770 وموبايلي 640660 وزين 746262. أيضا التواصل بشكل مباشر راح يكون على الرقم 705-7499. صباح كل بالخير مرة ثانية دكتور إبراهيم. أهلا حياكم الله. نعم. تفضل. نعم. قبل الفاصل إحنا كنا بنتكلم دكتور إبراهيم عن الأعراض اللي ممكن يحس فيها الشخص، وقلنا إنه المفروض على طول إنه يتوجه للدكتور على أساس إنه يتخلص من السموم اللي بتكون في جسمه. أكيد طبعا مثل ما قلنا إحنا الإنسان متى ما فقد التغذية المناسبة لجسم الإنسان أو كمية الأكسجين بالتالي يشعر بهذه الأعراض. وذكرنا منها حقيقة كثير منها، أول شيء نقص المناعة، الشعور بالتعرق الليلي، فقدان التركيز، اضطرابات النوم، أو أي حاجة تأثر على الجلد بشكل عام يعني. نعم. طب الجفاف البشرة وظهور البقع فيها يعني هذه تعتبرها من العوامل دكتور إبراهيم؟ طبعا أكيد، أنت عارف أن الجلد هو حقيقة المصدر الخارجي لجسم الإنسان ويعتبر مظهر مظاهر الجمال، وبالتالي لابد أن يحافظ عليه نقاوة الأكسجين أو التغذية المناسبة، فبالتالي إذا نقصت هذه التغذية تؤدي إلى ضعف في نفس الخلايا الجلدية، وبالتالي نقص الكميات الأكسجين تؤدي إلى تغيير في الألوان أو ظهور الألوان، وبالتالي عملية تنظيف الجسم من السموم وبعدة طرق طبعا ممكن تؤدي إلى نظارة الوجه بشكل كامل، وبالتالي تعد الى يعتبر جزء من الجمال اصلا. نعم يعني حتى يعني انا من الشغلات اللي قريتها ان حتى الانتفاخ اللي تحت العين او ظهور الهالات السوداء. الهالات السوداء طبعا في الطب الصيني المتعارف عليه ان الهالات السوداء معناها ضعف في طاقه الكليه، وبالتالي عمليه تنظيف السموم من الكليه او تقويتها او زياده طاقتها تؤدي الى عمليه الانتعاش او عمليه الجلد في مناطق اللي تحت العين. الهالات السوداء تدل على التعب الإجهاد وبالتالي نقص الطاقة في الجسم الإنسان. نعم. عملية إنعاش مرة أخرى تساعد على إرجاعها مرة أخرى. نعم. طب كيف شلون دكتور إبراهيم يعني الجسم بيتخلص من هالسموم هذه؟
طبعا في عندنا يعني حاجات أساسية. أولا أن الله سبحانه وتعالى أوجد في جسم الإنسان طرق للتخلص من السموم، هذه تكون طبيعية، ومتى الإنسان ما حافظ عليها تكون تعمل بشكل دوري وبشكل منتظم. مثل طبعا الجهاز الهضمي في موجود فيه طريقة إخراج، وهو عملية الجهاز مثلا القولون نفس اللي تخلص من السموم اللي عن طريق القولون. الجلد طبعا برضو من المسامات الموجودة لإفرازات السموم عن طريق الجلد أو عن طريق الجهاز البولي، الجهاز التنفسي، وأهم حاجة جهاز حقيقة اللي مسؤول عن تنظيف جسم الإنسان هو الجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي الله خلقه لتصفية الجسم من النواة، من الشوائب، من الرواسب، وهي عبارة عن شبكة كبيرة جدا في جسم الإنسان. متى ما تأثرت هذه يكون الإنسان غير قادر للتخلص من السموم بشكل طبيعي. طبعا الجسم أو الأعضاء اللي أنا ذكرتها لها حد معين، لها قدرة معينة أن تتحمل في التخلص من السموم، ولكن إذا زادت كمية السموم على قدرة جسم الإنسان للتخلص منها أصبح من الضروري إدخال مواد طبيعية أو طرق طبيعية صناعية للتخلص منها عن طريق المواد. فعدة طرق حقيقة منها، في منها مثلا نذكر منها الصيام مثلا، واحدة من الطرق الموجودة اللي الله وجدها وفوائدها هو عملية التخلص بالسموم وإعطاء الجسم للراحة. الحمية بشكل عام في التجنب في بعض المشاكل الصحية الكثيرة جدا، برضه هذا مهم جدا. استخدام غسيل القولون طبعا أحد الطرق الحديثة الآن تستخدم لتنظيف القولون بشكل كامل جدا بالطرق الطبيعية، بالتالي تساعد على التخلص من السموم بشكل كامل. التعرق مثلا، حمامات السون مثلا، التعرق برضه طريقة التخلص منها. في كثير من الأمور الآن، الطرق الجديدة الآن تستخدم هو عملية الفوت ديتوكس أو طريقة استخلاص السموم عن طريق القدم، وهذه هي طرق حديثة بطريق استخدام الطاقة. شلون عن طريق القدم؟ شلون عن طريق القدم دكتور إبراهيم؟ اي اختي امينه، طبعا الان هذا احدى الاجهزه الحديثه عباره عن فلاتر خاصه موصل بجهاز كمبيوتر وموصل باقطاب معينه توصل مع الجسم، فبالتالي نعمل احنا شبكه دائريه بينك انت وبين الجسم وبين جسم الانسان، عباره عن هذه الشحنات الكهربائيه. سهله جدا، عباره عن ميه طبيعيه، يضع القدم من الاسفل في نفس الميه، الفلاتر تكون موجوده موصله بجهاز، الجهاز هذا يولد شحنات سالبة وشحنات موجبة تنزل عند المياه، وبالتالي يكون المياه مشبع بالشحنات الموجودة السالبة والموجبة، وبالتالي تسحب السموم، تسحب السوالب الموجبة أو السالبة من جسم الإنسان عن طريق مسامات القدم الأسفل بفعل الجاذبية. وبالتالي متى ما وجدت مثلا في الكبد، مثلا الكبد لونه أسود، فبالتالي السموم لا تجمع في الكبد، تأخذ نفس اللون وتنزل على المياه عن طريقها، فنعرف اللون الأسود مثلا موجود من الكبد، المرارة مثلا من اللون أخضر، وهكذا التلون يعني هذا موجود، وبالتالي نعرف بضرب وين السموم موجودة وتصفيها بهذا الشكل بهذا الأسلوب. نعم يعني بتعطي موجود على مستوى العالم، يعني بتعطي ألوان دكتور إبراهيم. المياه تكون صافي جدا، تأخذ المياه صافي جدا بس تخلص يعني اي، وبالتالي المياه يتلون على حسب السموم متى، والانسان المريض الشخص يشوفه بعينه يعني بحيث يعرف شنو التغيرات الموجوده بهذا الشكل. نعم. طب الرياضه بتسرع من عمليه طرد السموم دكتور ابراهيم؟ الرياضه اكيد طبعا، لان الرياضه واحده من الاسباب الحقيقيه لتحريك الاعضاء بشكل كامل، وبالتالي تؤدي للتعرق وتزيد من ضخ كميه الاكسجين، لان احنا نستخدم الاكسجين الاساس بعمليه ضخ الدم للأنسجة تؤدي إلى تغذيته، وبالتالي تساعد على تنظيف الجسم من السموم بالطرق الطبيعية. نعم. طب الشاي أيضا، الشاي العشبي شنو دوره في التخلص من، يعني اللي بيكون مثلا بنكهة الفراولة أو الشاي بالزعتر أو الشغلات أو بالليمون، هذه كلها شغلات يعني ممكن تساعد أن الجسم يتخلص من السموم؟ أكيد طبعا، إحنا أول شيء الصينيين عادة أو الطب البديل ما ينصح بالشاي العادي أو القهوة، لأنه يعتبرون هذه أحد الطرق لزيادة نسبة السموم في الدم بسبب التحضير وليس بسبب الاستخدام. الموجود في الطب البديل أو أنواع من الأعشاب يسمونها الأعشاب المضادة للسموم، وبالتالي تساعد على استخلاص السموم من جسم الإنسان، أو مواد يسمونها المضاد للأكسدة. طبعا في أشياء كثيرة في الاستخدام، فمثلا الشاي الأخضر معروف عنه، طبعا الشاي الأخضر أتكلم عن الشاي الأخضر الطبيعي اللي يعني يكون مصفى ومنقى ومؤخذ
مو منتج من أماكن طبيعية، ذي من أحد الخواص حقها هو تنظيف الجسم للسموم. البابونج مثلا موجود في هذا الشكل، تستخدم فيه بطريقة جدا ممتازة لعملية تنظيف للسموم موجودة. الليمون، تذكرت الليمون، الليمون طبعا من الحاجات اللي برضو تستخدم لعملية تنظيف الجسم للسموم، خاصة إذا الإنسان شرب كوبين، من كوب إلى كوبين ماء دافي ومعصوب فيه ليمون، ويشربه مباشرة الصباح أول ما يستيقظ على الريق. هذه من الحاجات المفيدة جدا لاستخلاص السموم بشكل ممتاز جدا يعني. طبعا في مواد أيضا، مواد الأكسدة، العنب مثلا من المواد المؤكسدة اللي تساعد على استخلاص الجسم من السموم موجودة. فكثير من الأمور هذه تساعد على استخداماته واستخلاصاته حسب الشخص وحسب ما يتقبل. أنا دكتور إبراهيم يعني صراحة من الشغلات اللي قريتها أنه بيقول لك الشاي بالزعتر بيقوي من جهاز المناعة للجسم. أكيد الزعتر في الأصل هو مفيد جدا للجهاز التنفسي بشكل كامل. فمفيد جدا حق نزلات البرد، حق الصحة، حق استخدام بعض الأمراض اللي تؤثر على الشعب الهوائي لجسم الإنسان للرئة. وبالتالي شربه حيكون ممتاز جدا، وبرضه أيضا مصفي للسموم بشكل كامل. وأيضا مفيد جدا لاستخدامه حتى في بعض الأمراض، الغازات، ما غازات برضه استخدم لها الزعتر بشكل. وطبعا الزعتر أنواع، وكل ما زرع طبيعيا الزيت مثلا الزعتر البري غير المناطق اللي تأخذ في مناطق معينة، فكل ما صار مزروع بمنتج بمنطقة طبيعية كل ما صار أفضل في الاستخدام، خاصة أنها تبتعد عن الملوثات أو المواد اللي تكون ضارة في أثناء الزراعة. نعم. طب الشاي اللي بيكون بالنكهة الفراولة هذا بيساعد المعدة في هضم الطعام؟ احنا طبعا انا اتكلم، انت قصدك الشاي اللي الاسود اللي بنكهه الفراوله، ولا يكون الشاي اللي يكون طبيعي بنكهه الفراوله؟ احنا طبعا كميه الشاي اللي توضع عباره عن نكهات، وليس لكميات تساعد على حقيقه الاستفاده في جسم الانسان، عباره عن نكهه. فبالتالي لماذا انا اضطر ان استخدم الفراوله بالنكهه، وانما استخدم الفراوله كطبيعيه؟ كطبيعيه، لان الفراوله بطبيعتها مقوي للدم، منشط للجسم، مفيد جدا لمضاد الأكسدة، يسحب لك السموم بشكل كامل، وبالتالي تزيد من كمية الجسم الإنسان في المناعة. إذن ليه أنا أستخدم النكهات ولا أستخدم الحاجة بطبيعتها بشكل أفضل يعني؟ صحيح. فإحنا نؤيد النكهات حقيقة. نعم. طب دكتور إبراهيم، يعني شنو فوائد التخلص من السموم؟ إيش اللي راح يشعر فيه الإنسان إذا تخلص من السموم؟ طبعا احنا مثل ما قلنا، اذا احنا ليه قلنا الان الاعراض اللي يدلها بالتالي تكون عكسيه في بشكل عام. فانا مثلا وجدت تنظيف السموم، والان خلينا ناخذ مرض والان اصبح منتشر بشكل كامل، مثلا السرطانات، والبعيد ان الانسان ان شاء الله الله يشفي الجميع منها. لماذا كثرت في هذه الاوقات في هذه الايام؟ بسبب التلوثات البيئيه، بسبب كثره الاستخدام الغير صحي، بسبب الغذاء ونوعها. هذه حقيقة من الحاجات اللي تكون فيها مواد احنا نعرفها طبيا الفري راديكلز، تكون مواد موجودة في بعض الأغذية تتحول بعد سنوات إلى مواد مسرطنة إذا تم في الجسم كثرت بغير طبيعي. فهذه الأشياء هذه إذا لم تطرد أو لم تستخلص منها بعد عدة سنوات، خاصة الإنسان اللي يكون عنده يعني عامل جيني أو عامل وراثي أو عنده أحد الأقارب موجودة فيها السرطانات، فهو مهيئ يصير يحدث في أي وقت. عملية إزالتها أول بأول تقيه من أمراض السرطانات بشكل طبيعي جدا. نأخذ مثل آخر، تصلب الشرايين، يعني الترسبات اللي تكون في جسم الإنسان عادة ما تترسب بالشرايين، زيادة الدهون، الناس الآن الوجبات السريعة اللي تأخذ أو الطعام اللي مطهي بزيوت غير صحية تترسب فين؟ في الشرايين. هذه تؤدي إذا أنا ما خلص منها وأزلتها بالغسيل أو بالتنظيف، معنى كذا أنا حكمت تكهاتون كثيرة، وتؤدي تصلب الرئة، ارتفاع الضغط وغيرها. الأهم من جدا أنه هو ترفع من زيادة المناعة في جسم الإنسان، يعني إذا قلت لك كل ما صار الإنسان نظيف كل ما صار مناعته أعلى. ترتع. وأهم حاجة كثير من الناس يقول لي والله يا دكتور أنا أتغذى ولكن حقيقة ما أستفيد، يعني خاصة الأم إذا جت بنتها صغيرة أو ولدها ما عاجبها شكله أو يكون جسمه نحيف، والله يأكل، لكن إذا جدنا في الحالة المرضية نجد أن الرجال والشخص أكله غير صحي أولا، ثانيا الأنسجة لجسمه مهما يأكل من غذاء صحي ما يستفيد من امتصاصه بسبب أن الأنسجة في جسمه مشبع بسموم لا يمكن يمتصها. فبالتالي يزيد لو عمل الإنسان التنظيف
يزيد من قدرة الأنسجة في الامتصاص، بالتالي يحسن الجسم. نعم. قلت لك يعني مهم جدا أمراض الجلد مهمة جدا، الشعار بالصحة بالحيوية والنشاط والصفاء الذهني، هذه حقيقة من الحاجات اللي جدا الإنسان يعاني منها في الوقت الحاضر. صحيح الكل والله دكتور إبراهيم، نعم الكل بيعاني منها، يعني تروالي بينا كلنا نجي لك تعمل تصفية من السموم. عبور السبعين الكرام، رح نبدأ ناخذ مشاركاتكم الهاتفية، ورح نبدأ أيضا ناخذ مشاركاتكم عبر الاسمس، فكل اللي حابين يطرحون أي سؤال على الدكتور إبراهيم الصحاف المتخصص في الطب البديل والصيني والتكامل وطب الأوزون، ما عليكم أنكم تتواصلون معنا عبر الاسمس مشتركي الاستسي 847700 وموبايلي 640660 وزين 746262، والتواصل معنا بشكل مباشر رح يكون على الرقم 705-7499. بس في شغلة قبل ما أبدأ دكتور إبراهيم، الفواكه ساعات بيقول لك يعني مثلا تمشي 3 أيام على فاكهة معينة، هذا بيسبب أيضا غسيل للجسم أو تنقية من السموم، يعني مثلا الجح 3 أيام أو التفاح 3 أيام، هذه احنا طبعا احنا تكلمنا بأحد الطرق حقها اللي هي طريقة التنقية بالحمية أو النظام الغذائي. احنا في كثير من الناس ربما في مؤيد وفي معارض، المؤيدين عادة يؤيدون بأن لازم الجسم يعطى فترة من الراحة ويستخدم نوعي من الفواكه اللي تساعد التخلص من السموم موجود فيها، فكثير من الناس يؤيدوا هذه الفكرة، وفي ولا كل الأنواع من الفواكه طبعا أشياء مثل ما شرحت لك أنا مثلا العنب التفاح أو الكمثرى، هذه من الحاجات اللي برضو من الحاجات اللي تؤكد على عملية استخلاصها. في عدة طرق، في برنامج يوم واحد، في برنامج يومين، في برنامج ثلاثة، ولكن كلها تستخدم بشكل طبيعي وتستخدم في هذه الحدود، مفيدة جدا، ولكن بشرط أن الإنسان يكون سليم لا يعاني من أمراض معينة، وأن يكون يعني حتى لا تؤثر، لأن كلنا نحتاج إلى بروتينات، نحتاج إلى فيتامينات، نحتاج إلى أشياء، لكن إذا إنسان يعاني من بعض الأمراض طبعا لا يمكن أنا أعطيه على حمية على نوع واحد وأترك، لأنه يعاني من بعدين مشاكل تكون صحية في نقص التغذية. فمدام الإنسان سليم ممكن يخضع الحمية نوعيته، وممكن برامج خاصة يقدر يستخدمها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو حتى في بعض المجالات أسبوع يكون برنامج في الشكل. نعم عموما استمعنا كلام فاصل بسيط ورح نرجع نواصل معاكم طبابة ألف، فأبقوا معنا. عودة من جديد مستمعينا الكرام مع موضوعنا لليوم عن سموم الجسم وطرق التخلص منها، فإذا كان عندكم أي سؤال وحابين تتشاركون معنا عبر الاسم اس لمشتركي الاستسي راح يكون على 847700 ومشتركي موبايلي 640660 وزين 746262، أيضا بإمكانكم أنكم تتواصلون بشكل مباشر مع الدكتور إبراهيم الصحاف المتخصص في الطب البديل والصيني والتكامل وطب الأوزون على الرقم 705-7499-7054-99. رح نبدأ الآن نأخذ اتصالاتكم ومشاركة الهاتفية ومشاركاتكم أيضا عبر المسجات. على بال ما زميلة ابتسام إن شاء الله تجهزنا المداخلة، مساك الله بالخير دكتور إبراهيم بالأول. تفضل. نعم رح نأخذ أول مسج وصلني من بوديت بيقول كيف أبتعد عن التدخين. ممتاز جدا، يعني هذه احدى الطرق اللي الانسان يستخدمها باتباع بالابتعاد عن السموم بهذا الشكل. طبعا احنا قلنا واحده من الحاجات ان احدى طرق ادخال السموم هو التدخين. التدخين طبعا لنا احنا برامج في الطب البديل، بس احنا حقيقه نؤكد هو اراده الانسان اولا، لان كثير من الناس يجي مجبر وبالتالي ما يستفيد. متى ما وجدت الاراده حيكون افضل شيء في هذا المجال. احنا عندنا عدة طرق وتشمل اول علاج استخدام الإبر الصينية الطب الصيني، جلسات محددة تستخدم عن طريق الأذن وعن طريق نقاط من الجسم، وبالتالي الإنسان مدة ربع ساعة من نص ساعة يعمل على تحفيز النقاط، النقاط هذه تؤدي إلى عمل التكريه في الدخان في النيكوتين، عملية التخلص من عن طريق السموم، توازن الجسم، يؤدي إلى الاسترخاء بشكل كامل. وأيضا في أثناء العلاج المنزلي نحن نحط نقاط معينة يحسسها الجسم عن طريق الأذن. الشيء الثاني نعطيه برضو نصائح طبية في استخدام بعض الأعشاب الطبية في طريقة التخلص من السموم، سواء البابونج أو الأعشاب أو الشاي الأخضر أو أي شيء يحبه بزيادة كثرة المواد بهذه الطريقة. وأهم حاجة مثل ما قلت لك عملية التخلص منها يصير عن طريق برضو لو حاب أني
يستخدم فيها عن طريق الغسيل، هذا يساعد على تنظيف كل الجسم من ضمن الرئة، وبالتالي يكون هذا من أحد الطرق استخدام التخلص منه بشكل كامل. نعم. إذا وجدنا أن المريض يعاني من التوتر أو القلق بشكل كامل تؤدي إلى التدخين، ممكن إحنا نعالج بتدليكات معينة في نقاط معينة في الرأس أو في الجسم، مؤدي الاسترخاء، وبالتالي يساعد على عملية ابتعاد عن التدخين بشكل تدريجي. نعم. أيضا أبو حسن الدوسري، يسعد لي صباحك يا أبو حسن، والموضوع اللي حضرتك قلته أنا يعني لفترة طويلة يعني بحب أن أطرح هالموضوع هذا، لكن إن شاء الله يعني لازم يكون في معي مجموعة من الأطباء يكونون يعني يتناولون الموضوع هذا بشكل وافي ومستوفي إن شاء الله، لكن أوعدك إن شاء الله رح إن شاء الله أني أتطرق لهذا الموضوع. أيضا أحد المستمعين بيقول توكسين، how can I measure the toxin in our body، كيف إنه ممكن بقيس التوكسينز في الجسم؟ نعم. طبعا هذا نسبة قياس السموم في جسم الإنسان، هو احنا دائما الأطباء يأخذون حاجتين، أول حاجة التاريخ المرضي، لأن التاريخ المرضي هو الأساس في عملية التشخيص للطبيب، 70% من التشخيص الأمراض من التاريخ المرضي، وإحنا ذكرنا الأعراض اللي يعاني منها جسم الإنسان، فهذه تحلل من التاريخ المرضي، تحلل إلى عملية السموم نسبتك. وطريقة احنا في التاريخ المرضي ناخذ منها طريقة عيشة الإنسان، طريقته حتى الحياة النفسية تؤثر بشكل كامل وآخر. فبالتالي عن طريق هذه أقدر أعرف نسبة السموم والأعضاء اللي تأثرت، خاصة الطب الصيني كل عضو لنا فحص خاص عن طريق النبض أو عن طريق اللسان، فطريقة الفحص الأعضاء أقدر أعرف بالضبط سمومه فين في أي عضو. الشيء الآخر ممكن بالفحص الطبي، ممكن أنا أعرف عن طريق فحص لون الجلد، لون الأظافر، لون البشرة، ممكن أنا أعرف هذا الإنسان فعلا لديه سموم أو لا. والمهم جدا في بعض الآن التحاليل الطبية موجودة حتى على مستوى الطب البديل، أجهزة خاصة تؤدي إلى فحص الإنسان ونسبة السموم ونسبة المشاكل الصحية في جسم الإنسان، عبارة عن مخططات يعطيني مؤشرات تؤدي إلى معرفة كل عضو هل هو فعلا الطاقة ناقص أو لا. وهذا يكون لا تطلب شيء ولا تطلب تحاليل، عبارة عن مجسات ونقاط معينة يعرفوها أخصائي الطب البديل، وبالتالي تدرس كل عضو من أعضاء الإنسان، 12 عضو من الإنسان، نقدر تعرف التطورات الموجودة. طبعا مثل ما قلت لك في تحاليل مخبرية أيضا، إذا الطبيب شك في حاجة معينة التحاليل المخبرية تؤدي إلى معرفة السموم بجسم الإنسان عبر التحاليل المخبرية. نعم. رح ناخذ أول مشاركة معنا من إبراهيم من جازان. إبراهيم. أيوه السلام عليكم. يا هلا فيك إبراهيم، حياك تفضل. ممكن نكلم الدكتور الرمادي؟ تفضل دكتور إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بخير دكتور. يا مرحبتين. يا سيدي أنا عندي ضغط طبعا، بس ضغط أخذ حبوب، ضغط ما هو مرتفع عالي يعني، أخذ حبوب وماشي على الحال، أبغى التخلص من السموم هذه، ما أنا عارف كيف الطريق يعني. طيب أنا الضغط اللي عندك كم عمرك أولا يا أخي إبراهيم؟ نعم يا سيدي. عمرك كم يا إبراهيم؟ عمري 58. الضغط عندك من زمان؟ لا والله من حوالي 10 سنوات تقريبا. 10 سنوات. انت وراثيا ولا بسبب امراض؟ نعم الوراثيا، الوالد عنده ضغط. نعم وراثيا. طيب منتظم على الدواء حاليا؟ تاخذ ادويه؟ والله اخذ ايفان 80 يعني، حبه صغير حبه في اليوم. طيب طبعا احنا عندنا في استخدام الضغط عندنا عده علاجات. اولا وجد علميا في بعض الحاجات الأساسية، طبعا احنا للتأكد انه يكون ما عندك موانع موجودة، وانا حقيقة دائما يكون العلاج بين مشترك بين الطبيب اللي عالجك وما بين الطبيب المتخصص في الطب البديل. في حاجتين، الحجامة مثلا وجدت لها دور جدا في استخدام التقليل من عملية الضغط او عملية الاعراض الموجودة، بشرط ان يكون الحجامة منتظم. الحجامة الحجامة ايوه، ولابد أن يكون بأسلوب متخصص عن طريق الطب المسارات الخاصة. الغسيل حقيقة وجدت أنها كثير تفيد، لأنها تزيد من عملية تزيد كمية الكوليسترول الموجودة، والمعروف أن الضغط إحدى أمراضه هو تحجر أو تصلب الشرايين في جسم الإنسان، عملية الإنزال هذه تؤدي إلى التحسن بشكل كامل. برضو في تجنب في بعض الغذائيات، يعني بعض الحاجات اللي تفيد فيها بحالة تتجنب الوجبات الغذائية اللي يكون فيها كمية السموم، كمية الدهون، وتزيد من كميات اللي هي مواد الأكسدة عشان تزيد من عملية تنقية الدم بشكل أفضل.
برضو مثل ما قلت لك أنا تنظيف السموم عن طريق القدم مفيد جدا، يعني يستهدف يشيل كل الشوائب الموجودة في جسم الإنسان. نعم. نعم. عن طريق القدم. عن طريق نعم القدم. شكرا لك أخوي إبراهيم. طيب بالنسبة للأكلات اللي بتقول اللي قلت لي ما قلت الأكلات اللي تأثرها وكذا تجنب عن التجنب عن كميات الأشياء اللي يكون فيها دهون كثير جدا. الدهون الدهون طبعا تجنبها. الحركة ضرورية جدا حتى تحرق كميات الأكل اللي موجود عندك. مرحبا دكتور معالي، بالنسبة للطب المسارات هذا الخاصة كيف الأشياء المقصود بها؟ يعني الطب الصيني اللي هو عندنا إياها في استخدام مسارات الطاقة اللي في كل عضو عندنا مسار معين مربوطة بعضو معين وكل عضو يعمل وظيفة معينة. بعض دكتور كريم ليش ما تفكرت في فتح مستوصف في جيزان أو مستشفى في جيزان؟ والله على عين وراسي، بس احنا ان شاء الله يوم اذا حصل فرصه نجيكم ليش لا، بس احنا من الشرقيه ومرتبط بعمل والله بس من عيوني. على كل طيب تكرمت فينا تليفونك الخاص مثلا لو عشان اتصل فيك تتكرمت عليه. والله اخوي ابراهيم ممكن هو متواجد مستشفى السعد التخصصي بالخبر، يعني تقدر تتواصل السعد التخصصي. نعم بالخبر. شكرا لك عمو. طيب شكرا لك كريم. شكرا لك. ايضا راح اخذ مسج اخر بيقول دكتور ابراهيم عفوا بيقول انا استعمل شكلي يبي لجيلك حتى انا دكتور ابراهيم بيقول انا استعمل الكبتجون، كيف طريقه التخلص منه؟ يستخدم كبتجون؟ نعم الكبتجون هذا دواء حق شنو؟ لا هو بيستعمل الكبتجون يعني هو دواء معين ويتكلم عنه ولا هو دواء بيستخدم لفرط الحركه؟ اي اوكي. طبعا مثل ما قلنا اذا كان معرفه الاسباب دائما الادويه اذا كانت تستخدم بشكل كثير جدا هذه احدى الاشياء اللي تكون فعلا تدل على ان نسبه السموم تعدى المرحله الطبيعيه وتخزن عدد الكبد. نعم. فبرضو عمليه الغسيل او عمليه الحجامه او عمليه التصفيه وحتى في بعض الحاجات عملية فرك الجسم بمواد طبيعية بزيوت خاصة تمتصها هذا بشكل تفيد من تخلص من السموم عن طريق التعرق. في طريقة برضو عندنا يسمونها النفس الحراري، أحد من الحاجات اللي تساعد على تحفيز الجهاز اللمفاوي اللي برضو يكون مشبع بالسموم بسبب الأدوية وبالتالي تؤدي إلى استخراف هذا السموم. الطرق الطبيعية هذه تساعد عليها بشكل ممتاز جدا باستخداماتها اللي تساعد على سحبها من الجسم ومن الكبد بالذات. نعم. ففي عدة طرق برضو تساعد على التخلص منها بشكل. نعم. أيضا موسى عباس بيقول أنا عاني من النوم الطويل والكسل أرجو المساعدة. بالنسبة للنوم طبعا واحدة من الأعراض اللي موجود الناس الآن يشتكون منها، احنا عادة نكون نتأكد أن يكون النوم ما يكون بسبب أمراض معينة أو بسبب يعني إذا كثير من الناس يقول لي والله أنا أسهر كثير ما أنام بالليل وبالتالي طريقة الحياة حقتها صعبة جدا، فدائما احنا نتأكد أن لا يكون الحياة اليومية حقته لابد أن يكون سليمة، يعني ينام بشكل ينظم العمل ينظم النوم بشكل طبيعي. لكن ما يجيني واحد يقول لي أنا أسهر إلى الصباح بعدين أقول أنا أنام بالنهار، طبعا هذا اختلاف في الساعة البيولوجية لجسم الإنسان. لكن إذا الإنسان موجود عنده مشكلة النوم ممكن إحنا ننظم جسمه بهذا الشكل في عدة طرق، سواء مثلاً الطب الهندي مثلاً يستخدم شيء اسمه الشيدورة. الشيدورة هذه عبارة عن زيوت في نقطة بالدماغ في عند الجبهة اللي ما بين العين، هذه مسؤول عن الاسترخاء وإزالة النوم وعملية تقوية الطاقة في الدماغ. هذه تستخدم زيوت معينة تكون دافية وتعرض وتنزل على نقطة معينة وبعدين يعمل تدليك خاص للقدم للرأس بإزالة كل التوترات الموجودة. شيء ثاني الإبر الصينية. الإبر الصينية إحنا عندنا نقاط برضو تساعد على تنشيط وتقوية وإعادة النشاط الحيوي لجسم الإنسان وبالتالي يساعد على تنظيم الطاقة ويساعد على إعادة توازن النوم. ايضا كثير من الناس اللي يعانون منها عملناها بالحجامه، عمليه النقاط الخاصه بنقاط معينه تصفيه الذهن. نعم. برضو الناس استفادوا بشكل ممتاز. حلو. نعم. طبعا لو في انسان يعاني من التوتر والقلق نضطر نعطيه حاجه طبيعيه عشبيه ويكون طبعا مقننه ما تكون من العطارين، وهذه مثلا عشبه الاستي جونز يسمونها عشبه العدي القدس يوحنا، او نبته موجوده في الفاليريان
نبتة الفاليريان نلقاها، بس لازم يكون عبارة عن كبسولات ما يأخذها بشكل عشبي. الفاليريان تساعد برضو في عملية تنظيم النوم وتعديله والاسترخاء إذا كان يوازن فيه. نعم، عموما مستمعين الكرام حاب أذكركم موضوع حلقتنا لليوم عن سموم الجسم وطرق التخلص منها، فإذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تتشاركون معنا عبر الـ SMS المشتركين الـ STC 847700 ومشتركي موبايلي 640660 وزين 746262. أيضا للتواصل معنا بشكل مباشر رح يكون على الرقم 7005749 رح يكون معكم الدكتور إبراهيم الصحاف المتخصص في الطب البديل والصيني والتكاملي وأيضا في طب الأوزون. أيضا دكتور إبراهيم بدنا فايز العنزي بيقول لا تعطينا الدكتور نبدأ عن الليزر منخفض الطاقة بحل مشكلة السموم، وهل يحل محل الإبر لتنشيط الموصلات العصبية ومراكز الطاقة؟ طبعا ممتاز، سؤال جدا ممتاز. ليه؟ لأنه الآن بسبب التطورات الطبية الآن أوجدت فيه بدائل لعلاجات الموجودة حاليا. طبعا دائما الطب ينشد لسرعة العلاج والتقليل من استخدام الأدوية، وبالذات يعني حتى في خاص الجراحة يقلون من بقاء المستشفيات أو استخدام المشروط. الآن الليزر من إحدى الطرق الحديثة التي تستخدم لعملية التحديد. طبعا الليزر أنواع جدا، أنا أتكلم في مجال الليزر في الطب البديل. الآن المتعارف عليه أن إحنا نستخدم الإبر الصينية لتحديد المناطق الخاصة بالإبر الصينية، ولكن ربما يوجد عندي موانع جدا في استخدام الإبر، منها مثلا يكون الأمراض الجلدية مثلا بعض الأوقات يكون ما يمكن استخدمها، أو يكون النيدل فوبيا، الناس اللي يخافوا من استخدام الإبر برضو لا يمكن، أو الأطفال موجودة، أو بعض المناطق اللي تكون ممنوعة من استخدام الإبر فيها. وبالتالي وجدت طريقة خاصة باستخدام الليزر اللي هي عبارة عن مجسات خاصة قوة معينة وتحفز بها النقاط. النقاط هذه عبارة عن تحفيز يعني سطحي أو أعمق، أو يكون بعض الأوقات حتى يكون قوتها تعالج كثير حتى بمشاكل العظام. وهذه تعمل عبارة عن مجس توضع على نقطة لوقت معين، وبالتالي ترسل حزمة ضوئية سواء تحت الحمراء أو يكون الانفراريد أو الالتربايلت، وبعدين ممكن تحفزها. وجد أن الحزمة هذه مفيد جدا في إعادة توازن خلايا الجسم، أو أيضا تحفز الطاقة عن طريق خلايا المسارات الموجودة. فهذه الأحجات اللي استخدم فيها طبعا. نعم. بالإضافة لا تستخدم حتى في الحالات علاجات التهابات الشديدة أو الحروق. نعم. أو عملية استخدام بعض الأمراض الجلدية. هذا ممكن نخلي لها حلقة دكتور إبراهيم إن شاء الله، يعني نفرد لها نتكلم حول الموضوع اللي ذكر الأخ فايز العنزي. طب إحنا رح ناخذ أيضا مشاركة معنا أبو أديب من جدة. أي نعم، يا هلا فيك أبو أديب، صباح الخير. صباح حياك أبو أديب. حياك. وحبيت أستفسر دكتور بخصوص أشوف أنا في الصيدليات في زي لوافق كده توضع على القدم أو على أجزاء مختلفة من الجسم لامتصاص السموم، هل هذه فعلا لها تأثير ولا هي مجرد حيل تجارية؟ والشيء الثاني حبيت أعرف هنا في المنطقة الغربية مين في من الأطباء والعيادات المتخصصة في هذا المجال، لأني سبق بحثت وما وجدت في مجال الطب الصيني والبديل او مجال السموم. اي نعم اي نعم نعم، خير ان شاء الله. طبعا اللزق اللي موجوده اللي يسمونه فود باتش اللي يتكلم عنها الاخ ابو اديب، هي حقيقه فكره موجوده وتستخدم بشكل ممتاز جدا في بعض الاسواق، عباره عن اعشاب معينه توضع في 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 باتش معين او في بعض القماش الخاص، وهذه مختارة بعناية من أكثر من 20 نوع من أنواع الأعشاب، مهمة عبارة عن استخلاص السموم عن طريق الجسم من الخارج. وهذه حقيقة يعني موجودة، ولكن يعتمد على كمية السموم في جسم الإنسان. بالمقابل لو إنسان عادي جدا يستخدم كوقاية ممكن أستخدمها، لكن إذا إنسان عنده كميات كبيرة من السموم طبعا ما يمكن أن أستخدمها بكميات هائلة، وأن أنا ألجأ لعملية الغسيل في القولون أو عملية الفود ديتوكس عن طريق القدم. لأن التنظيف عن طريق القدم هذه تعادل أكثر من 100 مرة من عملية استخدام اللزق الخاصة ولكن علمية موجودة وتستخدم بشكل طبيعي. حلو، لأن في أيضا يعني مسج وصلنا من أبو خالد بيسأل يعني أيضا عن اللصقات أو اللصقات اللي بتوضع أسفل القدم. رح ناخذ بس في مشاركة معانا يعني نطرنا واجد. حسام من مكة. حسام حسام
السلام حياكم الله. يا هلا فيك اخوي عصام، صباحك الله بالخير عصام. طيب على بال ما ناخذ ايضا مداخله ثانيه راح اخذ مسج ايضا من صديقنا الدائم محمد الجهني. بيسالك دكتور، بيقول دور الماء باستخراج السموم، هل شرب الماء الدافي على الريق يساعد باستخراجها؟ وايش افضل طريقه استخراج السموم في نظرك؟ طبعا لابد ان نعرف ان فيه حاجات الان علميا موجوده العلاج بالماء وهذا طريقه اثبتت فعاليتها على مستوى العالم، وحقيقة اللي أبدعوا فيها هي اليابانيين. اليابانيين طبعا اكتشفوا أن كثير من العلاجات أكثر من أمراض معينة وجد علاجها فقط بشرب الماء بطريقة معينة، لأن طبعا الماء يكون بمواصفات، وليس الماء على المواصفات اللي تكون ماء نقي يكون معالج بالأوزون أو يعالج بأشياء معينة، أو يعني خلينا نقول في مجتمعنا هذا ماء زمزم بسبب المواصفات سواء النبوية أو الصحية أو كذا تركيباتها. الماء العلاج بالماء هذه أصبحت من الحاجات اللي تستخدم باستمرار في تقليل أو العلاج كثير من الأمراض الموجودة، ولها طرق معينة. أنا ذكرت من البداية أن استخدام كافيين مع ليمون أو مع شربة أو إذارة عسل معين بشكل يومي ممكن تعمل على عملية علاج الأمراض والوقاية منها. كمية استخدامها لكل معرض لكل مرض معين يستخدم أو يوصى باستخدام كمية من الماء بشرب الماء، ولكن هذه من الحاجات اللي موجودة وتستخدم ومفيدة جدا لاستخدام الإنسان، لأن الماء يعتبر من الأساسيات في جسم الإنسان. الإنسان يحتوي على 70% من الجسم ماء، فإذا فقدها معنى كذا فقد كل العمليات الحيوية والعمليات الكيميائية اللي يحتاجها في تكوين الغذاء والمحافظة على الأنسجة. مشاكلنا كلها لجوني في العيادة هو بسبب قلة شرب الماء بشكل، يعني في ناس يمكن ما يشرب بالأسبوع، وأستغرب ناس بالشهر يكون يقول أنا ما يجيني الرقم بالشهر، يعني الماء للأسف معادينا الأغلبية مع الأسف. بس لأنه مشكلة أنه يقول لك أنا ما يجي على بالي، طبعا في نقطة معينة أن الإنسان إذا تعود إذا عود الجسم أنه ما يشرب مية ما يطلبه، لكن إذا مدى الإنسان تعوده حيكون التروية بشكل دائم وبالتالي يكون الجسم بحاجة له. فالعلاج بالماء موجود ويستخدم ومفيد حلو. جدا لعلاج كثير من والوقاية أهم العلاج، لأنه يقيك من كثير من الأمراض الموجودة. نعم. أيضا دكتور، يعني في مسج بيسألونك عن ماء البقدونس المطبوخ وزيت السمسم والكركديه والنعناع والحليب الدافي وبذر أسواق. كلها اللي ذكرت من الحاجات المهمة جدا وتستخدم بشكل ممتاز ولكن برضو كمساعدة للعلاج وليس يعني مساعد. كبديل عن الأشياء هذا موجود جدا. زيت السمسم مفيد جدا لجسم الإنسان للوقاية، مفيد لترطيب الوقاية من الإمساك للجهاز الهضمي موجود. برضو من الحاجات العشبية التي تستخلص أو الغلي ماء البقدونس مفيد جدا برضو لعملية زيادة المناعة وتنظيف الدورة الدموية وتنقي خاصة النساء في استخدام الدورة الشهرية. كل هذه عوامل مهمة جدا مفيدة باستخدامات. نعم. أيضا أبو ويام بيسألك بيقول يوجد علاج، هل يوجد علاج تام للفيروس الكبد الوبائي الخامل بي؟ طبعا إذا يتكلم من ناحية يعني علاجية بالطب البديل موجود، يعني في كثير من الأدوية اللي تستخدم في الصين أو حتى في مناطق بر موجودة هذا الشيء، عبارة عن كبسولات عن أعشاب طبيعية تستخدم ووجدت علميا بالقضاء على الفيروسات بشكل موجود، وأيضا مفيد جدا في عملية تنظيف الجسم من السموم وتساعد حتى عمل التخلص من الفيروسات. واحدة من غسيل القولون وتنظيف الجسم والحجامة هي عملية تنقية الجسم من الفيروسات والبكتيريا وبالتالي زيادة المناعة، وإذا زاد الإنسان مناعته بالتالي يحارب قضية الفيروسات والبكتيريا. هذه حقيقة موجودة، ولكن برضو لها برنامج، يعني ما يقدر واحد يقول لي تعال أعملك يا خلفة، لا، برنامج متابعة وأعمل لي إياها بعدة طرق بحيث لما الجسم يكون ينظف تماما، بالإضافة إلى عملية أشياء معينة تفيد تنشيط الكبد. حتى استخدام الإبر الصينية تساعد على تنشيط الكبد ومسارات وبالتالي تساعد على مقاومته من الأمراض الموجودة. أيضا سعد اليامي أو سعيد اليامي عفوا بيسألك بيقول ألام وتقلصات أسفل البطن هل لها صلة بالسموم الموجودة بالجسم وكذلك الإمساك، هل له علاقة بالسموم؟ أكيد طبعا. الإمساك من الحاجات الآن أصبحت من حاجات الأمراض المزمنة، خاصة الإنسان من القولون العصبي
اصبحت الحياه كلها الان الناس في توتر دائم وقلقين. نعم ان شاء الله يعني عفوا بس دكتور ابراهيم ان شاء الله القولون العصبي او كيف يستنظيف القولون العصبي رح نفرد لها حلقه خاصه يعني ان شاء الله حتكون معنا ضيف باذن الله تعالى ان شاء الله. فانا دائما الامساك واحده من الاسباب. طبعا اذا تكلم الانسان عن عمليه الالام تقلص العضلات فعلا موجوده. ليه؟ لان اذا صار في اي تاثير من الاجهزه الداخليه خاصه القولون اذا في شد او تحفيز فبالتالي تحفز كل العضلات الموجوده المقاربه من الامعاء الداخليه وبالتالي تشد على الشد. شيء اخر انتفاخات الغازات بشكل كبير تؤدي الى تمدد وعضلات البطن وتؤدي هذا الشيء. عمليه التنظيف عمليه الغسيل عباره عن ازاله السموم الموجوده في العضلات او زياده كميه الاكسجين او عمليه ازاله الاسباب الحقيقيه للتوتر وبالتالي تساعد عليها. ولكن مهم جدا ان التاريخ المرضي يثبت لنا هل هو فعلا بسببها او بسبب شيء اخر موجود فيها. ولكن بشكل عام وجدت علميا ان التنظيف او تنظيف السموم تؤدي الى اراحه العضلات بشكل كامل وحتى علاج كثير من المفاصل اللي يعاني منها الانسان. نعم تقريبا قدامنا دقيقتين. ايضا راح احاول اخذ كم مسج باحد الاخوان. بسالك دكتور ابراهيم عن جهاز سحب السموم اللي توضع القدمين فيه بعد ملء بالماء وتوصيل سلك على معصم اليد وفلتر بداخل الماء. طب هذه اللي انا تكلمت عنها حق اللي تكلم عنها عن قضيه تنظيف السموم عن طريق القدم. ايوه هذا هو. هذه الاخت تسال عنها طبعا تكلم عنها انه احد الطرق التخلص من السموم وهذه من احد الطرق اللي برضو ما تستخدم على مستوى العالم في عملية التخلص من السموم بشكل طبيعي. نعم. تتكلم لخد تتكلم عن الفود ديتوكس. نعم. أيضا أبو ناصر بيقول عمره 36 سنة مريض سكر من 22 سنة بيقول أدى إلى تصلب وألم في أوتار أصابع اليد اليمنى. هل ممكن في علاج لها يعني؟ أكيد. طبعا إحنا في حاجتين. أول شيء مساعدة على تنظيم السكر وتقوية وتنشيط الأعصاب لأنه معروف أن السكر واحدة منها تؤدي إلى ضعف الأعصاب الموجودة وبالتالي تؤدي إلى التقلصات أو عملية التحفيز أو التنميم. نعم. عملية تنظيف الجسم تساعد على استخلاصه وبالتالي ننعش العصب. والشيء الثاني نستخدم فيها عملية التحفيز سواء بالإبر الصنيع أو عملية التدليك الخاص اللي يسمونها التوينة أو طريقة الطب الصيني لتحفيز المسارات والنقاط الموجودة في القدم في الإيد وبالتالي تساعد عليه بشكل ممتاز. نعم. فيستدل منه إن شاء الله. نعم. أيضا كيف هل في طريق للتخلص من تخلص الجسم من المواد المنشطة؟ طبعا موجودة هذه الأشياء موجودة أو أما باستخدام التنظيف أو استخدام الإبر الصنيعة على طريق القدم على طريق الأذن اللي علاج الإدمان أو الأشياء الموجودة هذه وبالتالي يساعد على عملية التخلص بشكل دائم ببرنامج معين. حلو. يستخدم معدل 3 مرات في الأسبوع أو يعتمد إذا كان طبعاً من الشطات تستخدم بشكل آخر بشكل كثير يعتمد برنامج يومي وبالإضافة يعني إلى علاج تأهيلي وبالتالي يساعد على استخلاصه بشكل صحي. يعني اللي في علاج للإدمان ممكن اللي بيستخدموه مثلاً الحشيش طبعاً ممتاز موجود علاج ممكن. خاص بالإدمان بدون أي أدوية. نعم. وحالياً تستخدم في العلاج بالصفات الحكومية مستشفيات الأمل عندها طريقة عيادة مكافأة عندها هذه الطرق العيادة الخاصة موجودة لأن هذه إحدى الآن ثبتت علمياً أن أفضل وأسرع وطريقة للتخلص من الإدمان ومن كل الأعراض الموجودة الأعراب الانسحابية اللي هذه إحدى الطرق الموجودة تستخدم بشكل مفيد جداً. نعم عموماً للأسف الوقت دهمنا دكتور إبراهيم إحنا جداً استمتعنا معك اليوم. ألف شكر لك يعني على الساعة اللي عطتنا إياها وإن شاء الله راح تكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى رح نتكلم فيها عن الشغلات كثير كثير إن شاء الله وأيضا المسجات اللي وصلتنا اليوم أنا إن شاء الله رح أطرحها لك إن شاء الله في الوقت القادم إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا لك وأنا أشكركم على هذا اللقاء وإن شاء الله تكون قدمنا شيء مفيد للمجموعة إن شاء الله. نعم شكرا لك. عموما مستمعي الكرام كان معي على مدى ساعة كاملة الدكتور إبراهيم الصحاف المتخصص في الطب البديل والصيني والتكاملي وطب الأوزون من مستشفى سعد التخصصي بالخبر وكان موضوعنا اليوم عن سموم الجسم وطرق التخلص منها. في ساعتنا الثانية لليوم رح يكون موضوعنا عن التخاطر. يا ترى شنو التخاطر؟ إذا كنت حابين تعرفون شنو التخاطر ما عليكم أنكم تكونون معي بعد أخبار ألف ألف أف أم ومع أيضا الدكتور سامي الإنصاري مستشار التربية البشرية والأسرية. ألف ألف أف أم ألف ألف أف أم طول مشوارك واسمعنا على ألف ألف أف أم.